تعيش عائلة عكاش حالة اجتماعية لا نظير لها، إذ ينام ويصحو خمسة من أفرادها على خطر هذا الوادي المحاذي لكوخها المتواجد بحي المنشار بقسنطينة. كوخ مصنوع من بقايا الخشب والصفيح آيل للسقوط في أي لحظة، فالأمطار بقدر ما هي نعمة باتت نقمة على هذه العائلة المنكوبة التي تجاهلتها السلطات المحلية. ديما تالعين من الدار ينخرجوا نقعدوا برا حتى تحبس، وندخل من بعد نلم الدنيا وكامل ونولي نغسل ونزيد الرد، انا نخلص وشي يزيد يولي لك. ديما هكا باه ندير حيط ما نقدرش، ما عنديش وربي لي على بالو. رئيس الدائره نعمه نقول له هاي الحاله تاعي، هاي الوضعيه تاعي، يقول لي اسبيرو تكون في القربي صح. الحمد لله هاكم جيتو، هاي الوضعيه اللي راني نسكن فيها انا. أنفال البنت الأصغر لعائلة عكاش متفوقة في الدراسة والحساب الذهني، استفاقت على صدمة ومياه الأمطار قد أتلفت كتبها المدرسية بالكامل، تتطلع في شهادة نجاحها بحسرة وألم وتحلم بمنزل يأويها. ندير الصربان ونقرأ. جبتو 39، أنا الأولى يعني أنا في العلادي، وكيف عنقر ما قدرش لكتب تاعي راه كل شيء راه علي. أنا نتمنى يعطيونا السكنة هذا، وش نتمنى. هي حياة بائسة تعيشها عائلة تبددت أحلامها وتفاقمت مخاوفها، قد تستعيد أمل العيش الكريم ذات يوم إذا استجاب لندائها المعنيون